اسمي محمد وأنا طبيب في لندن. لقاح الكورونا 19 يعطيك الحماية الأفضل من فيروس الكورونا. لقد قمت بأخذ اللقاح لحماية نفسي من أسوأ تأثيرات الفيروس، وأنا الآن أشعر بأمان أكثر. اللقاحات المعترف بها في بريطانيا هي آمنة وفعالة، وهي لا تحتوي على أي مكونات حيوانية أو بيض، وقد تمت تجربتها على أشخاص من خلفيات مختلفة. مثل كل اللقاحات، توجد بعض الأعراض الجانبية، ولكن الأكثرية خفيفة ولن تستمر لأكثر من أسبوع. سوف تشعر بألم واحمرار في موضع الحقنة، صداع، غثيان أو تعب. سوف يقلل اللقاح فرصتك من أن تصبح شديد المرض، لكنه لا يمنع تماماً من أن تحصل على المرض أو أن تقوم بنشره. من المهم جداً أن تقوم بحماية عائلتك وأصدقائك عن طريق اتباع إرشادات الحكومة حتى بعد حصولك على اللقاح. لا حاجة للاتصال على طبيبك، نحن سوف نتصل بك عندما يحين دورك لاستلام اللقاح. عندما تدعى إلى أخذ اللقاح، الرجاء الذهاب لأخذه. كلما أسرعنا في أخذ اللقاح، كلما كان باستطاعتنا حضن القريبين منا، رؤية أصدقائنا، وإرجاع لندن إلى طبيعتها.